السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اليوم زارنا أخوي وحبيبي الأستاذ أحمد الكثيري أبو صقر من صلالة. أهلاً بك أستاذ أحمد. جزاك الله كيف خير. كيف حالكم؟ خير؟ الحمد لله. كيف صحتكم؟ أمور طيبة الحمد لله. وكيف صلالة؟ على ما يرام. ما شاء الله تبارك. عدتنا صراحة فرحان ومبسوط اليوم. الله يسلمك الله يسلمك، وأنا صراحة سعيد جداً بهذا الاستقبال الطيب. الله يخليك. وبالمزرعة وشفت أشياء جديدة جداً جداً راقية. الله يخليك. الله يسلمك. أنا أستفيد من خبراتكم يا. لا بالعكس والله أنت أصلاً يعني بؤرة من الفواكه الجميلة. الله يسلمك. اللي موجودة عندك. نحن دائماً يا أخي نستمد معرفتنا وطاقتنا وقوتنا منكم. الله يخليك. أنتم اللي تجيبوا لنا الأشياء الجديدة. الله يخليك. وأنا لما زرتك ذوقت دراجون فروت الاحمر وبذوقك الابيض والله كفو عند الحمراج دي هذا الابيض الله كفو ما شاء الله هذا الابيض هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله لا تخاف البنكرياس ما طنوا حبتين منوم شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله شوف. ما شاء الله ها يلا يا سلام يا سلام اوه كيف طعم اوه ممتاز وهذا الموز الامازوني انت طعمته ذيك الحين وش رايك فيه والله زين جدا راقي ما شاء الله حطيت فيه شتلات منه اريد منه بعطيك ان شاء الله هذا صغار بس طعمه جميل وعندك كريمسون العنب الكريمسون هذا بدون بذر بدون بذر طعمته انت هذا وانا ذقت منه وكيف طعمه في بذر ولا ما في لا ما في على طول شوف كيف ما شاء الله وهذه اللي هي كلمنتانو الايطالي سنطرة صغيرة لكن جميلة جدا هذه جميلة ولذيذة في نفس الوقت لذيذة ايوه ما شاء الله يلا الى اللقاء مع السلامه ما شاء الله عليك ما شاء الله يلا انا سعدت جدا بهذا الزياره وسعدت جدا بما شفته وسعدت جدا اكثر شيء بلقائك الله يخليك وانا مبسوط كثير الله يسلمك وجزاك الله خير على هذا الاستقبال وشكرا لك الله يخليك جراتسي جراتسي يلا مع السلامه